السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا يا نور. أهلا يا حبيبتي، أخبارك؟ الحمد لله. احكي لنا يا نور. أنا من أسيوط، نجلاء محمد شكري. أنا بالنسبة لتجربتي الشخصية مع جوزي حاليا، دلوقتي أنا يعني شبه منفصلة أو في المحاكم وكده، ماشي. تجربتي إن هو إنسان أناني جدا، بيحب نفسه بس، يعني غير جدير بالمسؤولية حتى مع أولاده ومع زوجته ومع اتجوزتي أي كام حاجة. سنة؟ اتجوزتي كام سنة؟ أنا ليا 17 سنة. قعدتي 17 سنة بتحاولي. يعني أنا بنتي الكبيرة دلوقتي طالعة 3 سنة بس. والله العظيم من أول سنة أنا اتجوزت فيها لحد اللحظة دي بيزداد سوء، مش بيتغير للأفضل، رغم إن الواحد مسالم الحمد لله، وحاولت ان انا اغير فيه كتير، ومن طبعه ومن اسلوبه، واجي على نفسي عشان خاطر اولادي، ومع ذلك حاسس انه ده ضعف مني، وان انا اللي دايما بكون على خطأ. فازداد لدرجة ان هو وصل ان هو اتجوز، وحاليا احنا في المحاكم دلوقتي، لا بيصرف ولا نفقات ولا اي حاجة، وبيضطهدني بالاولاد. يعني كل حاجة عايزها، بصي يعني عايز شخصه بس، مش مشكلة الأولاد، مش ممكن مهم أساعدك؟ الولد ياكل يشرب يروح حصة يدرس ينام يتأخر، دي كل المسؤولية دي عليا أنا. طيب نجلاء، هو ايه الطبع اللي كنت عايزة تغيريه وفي الآخر وصلك للجوء للمحاكم؟ حضرتك بصي، حب الذات، حب الذات، وإن هو دايما بيشوف نفسه على حق، يعني حتى لو وصلنا للنقاش لازم انت تعترف انك انت اللي خطأ ايوه ايا كانت الظروف. يعني دايما الجدال، ممكن يقعد معايا بال 15 ساعه، ممكن يصحيني من النوم عشان يتناقش معايا ويحكي، ولازم يقول لي اعترفي انك انت اللي غلط. لما كنت بس بتغلطي يا نجلاء كان بيعرضك لحاجة اسمها الصمت العقابي، يعني يسكت أو يخاصمك فترة طويلة جدا؟ لا، هو من النوع اللي مش خصام، هو من النوع اللي لازم يلح عليكي ويضغط عليكي ويوصلك لقدام الناس انك انت اللي غلط. أيوه. عنده أنانية بشكل رهيب. شكرا ليك يا نور. هنرد عليكي بس بعد فاصل قصير. نرد بقى على نور. هي قالت ان هو شخص اناني، قعدت 17 سنه متجوزاه، حاولت تغيره، بس بتغيره ازاي؟ بتقول لك كنت باجي على نفسي، وهو يعني اعتمد ان انا باجي على نفسي، فا اوكي يعني انت غلطانه طول الوقت، وعايز طول الوقت تعترف وتقر ان هي اللي غلطانه مش هو. تمام. والموضوع بقى في الاخر وصل للطلاق وللمحاكم وكده. فهل فكره ان الواحده تيجي على نفسها وما تاخدش موقف من الاول هي دي اللي بتساعد ان الناس ما تتغيرش، ولا انها تاخد موقف هو اللي بيساعد انهم انت يتغيروا؟ عارفه نور عملت ايه؟ هي نور كانت فاهمه انها لما تيجي على نفسها فهو هيحس ويتغير. للاسف يا نور انت اللي عملتيه انك غذيتي الانانيه عنده. يعني هو لو كان اناني بنسبه 60%، بعد ما جيتي على نفسك وبقيتي تعترف انك غلطانه عشان الدنيا تمشي، فهو الانانيه اتغذت عنده جدا، بقى متخيل ان هو اللي صح طول الوقت، وانت عارفه ان انت اللي غلط، وهنتناقش وهتيجي على نفسك عشان في الاخر تعرفي ان انت اللي غلط. فاللي حصل ان نور هي اللي اتغيرت، مش الراجل هو اللي اتغير، هي اللي اتغيرت، هي اللي بقت تتنازل لحد ما فقدت هويتها وفقدت قدرتها على الاحتمال. تمام. زي ما انت قلتي يا دعاء، هو من الاول يا نور كنت خدتي الموقف، وموقف مش بيبقى خناق وعصبيه، لا، ابتدي دايما لما اجي ارمي اللوم على حد وانا بتكلم اقول انا كان نفسي ان انت تاخد بالك من الولاد اكتر من كده، انا حابه ان يكون ليك دور اكتر من كده. لانك لما بتيجي تقول الراجل انت عمرك ما خدت بالك من العيال، انت شخص اناني، هو فجاه بيحصل له ميوت، ما بيسمعش بقيه الكلام، وبياخد بقى وضع الهجوم، ويبقى الهجوم خير وسيله للدفاع عن نفسه، يا اما بيسيبك ويمشي يهرب. ايوه. فاللي بيحصل ايه؟ انه انت كده ما غيرتيهوش يا نور، انت غيرتي نفسك وغذيتي الانانيه اللي عنده، وبقى مقتنع تماما انه هو دايما على صح، وده اداله احقيه في انه مثلا يروح يتجوز تاني.